كيف تبدو الصورة في بقية الأسواق الخليجية والسوق المصرية؟ تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية لدى الشرق للأخبار، وأيضا ينضم إلينا من البورصة المصرية مراسلنا محمد سعيد. أهلا بكما. سأبدأ معك ماري، ما هو أبرز ما نتابعه في الأسواق الخليجية اليوم؟ يعطيكم العافية مايا ومحمد. يعني فعلا افتتاحية الأسواق صباح اليوم كانت إيجابية بأسواق الخليج، يعني نشهد ارتفاعات بأسواق الإمارات وبالسعودية، بقطر الارتفاعات كبيرة، والملفت صباح اليوم أنه الارتفاعات عم تجي تحديدا على سهم قطر للألومنيوم يلي امبارح أعلنت النتائج تبعها من بعد إغلاق السوق، وكانت النتائج تبعها إيجابية جدا، حيث أنه سجلت ارتفاع الأرباح تبعها وصلت ل 126% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، يعني وصلت تقريبا ل 371 مليون ريال قطري، مقارنة بالربع الأول من العام ارتفاع 55%. هلا الارتفاعات اللي عم نشهدها بقطر الألومنيوم بالنتائج تبعها أغلبها مدعومة بالارتفاعات اللي شهدناها على أسعار الألومنيوم بالفترة السابقة، يعني كنا عم نسجل ارتفاعات تقريبا 57% مقارنة بالعام الماضي بأسعار الألومنيوم يلي هي ساهمت بارتفاع النتائج تبع قطر للألومنيوم. السهم الثاني اللي كان ملفت اليوم كمان هو قطر، صناعات قطر. صناعات قطر إذا نقارنه بالربع الأول من العام الارتفاعات طفيفة جدا، يعني ما في عنا هيدا التغيير الجذري بالنتائج، ولكن الارتفاعات مقارنة بالعام الماضي 32% من الارتفاعات. الأرباح، صاف الأرباح وصلت لمليارين فاصل سبعة ريال قطري طبيعة الحال، والتفاعل تبع المستثمرين عم بيكون جدا إيجابي مع هذه النتائج. هلا إذا بدنا ناخذ عن النتائج، كمان في عنا أدنوك للتوزيع حكينا عنها صباحا، كان في عنا ارتفاعات كمان على النتائج تبعه وعم بتسجل ارتفاعات بقلب التداولات تبع الأسواق. إجمالا المستثمرين عم يتفاعلوا مع النتائج الإيجابية مايا، فعم نشوف هذه الحركة مستمرة بقلب الأسواق، وهي اللي داعم اليوم رغم التراجعات اللي شفناها بآسيا وحتى الضغوطات اللي عم نشهدها شوي بالأسواق العالمية. إيجابية موجودة ضمن الأسواق طالما أنه الأخبار عم تصدر بشكل إيجابي من قبل الشركات. بعد عنا شركات كثيرة ما أعلنت، ولكن هذا الأسبوع حيكون مصيري لأنه تقريبا بالإمارات هيدي آخر مهلة لهم خلال هذا الأسبوع أنه يعلنوا، نفس الشيء بقطر. بالأسواق الأخرى في عنا أخبار لشركات أخرى، ولكن عم بيكون تداول بأخف وتيرة من ما هي على الإعلانات والنتائج تبع الشركات. ماري شكرا لي يعني وضعنا في صورة يعني نتائج الشركات ومحركات أسواق الخليج.